تتواصل عمليات التمشيط التي تقوم بها قوات الأمن والجيش الوطنيين في القصرين لتسفر عن حجز حزام ناسف ومعدات قتالية ووثائق متعلقة بعناصر إرهابية. خلفي تماما ينتهي الطريق الرئيسي المعبد الذي يربط مدينة سبيتلا بمنطقة فيض خالد لتبدأ المسالك الجبلية الوعرة لهذه التضاريس التي شهدت فجر اليوم قيام قوات الجيش الوطني بمداهمة أحد المخابئ التي لم يتسنى لنا معرفتها بالتحديد. عملية المداهمة أسفرت بحسب ما توصلنا إليه عن حجز حزام ناسف وكذلك وثائق تعود إلى هذه المجموعة المسلحة.